الزميل شعيب يوسف مراسلنا بقطاع غزة. صباح الخير شعيب. صباح الخير لك زميلتي ماجدة ولضيفك الكريم شكرا وجميع لك، السادة المشاهدين. شكرا لك شعيب. بداية نستهل الحديث معك حول آخر التطورات بقطاع غزة بعد القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما المرتقب في هذه الجمعة؟ يعني لابد من الحديث قبل أن نتطرق إلى موضوع ترامب. كان صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي لنقطتي تابعة للمقاومة الفلسطينية، نقطة ترصد تابعة للمقاومة الفلسطينية تم استهدافها من قوات الاحتلال الإسرائيلي. طبعا على الحدود الشرقية يوجد استنفار من جيش الاحتلال الإسرائيلي خشية من الدعوات الفلسطينية للتظاهر في هذا اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. كما قالت يعني الفصائل الفلسطينية سيكون يوم غضب رفضا للقرار الأمريكي، فنرى حشودات كبيرة من جيش وقوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية وتحديدا في مدينة القدس وعلى الحدود الشرقية والشمالية أيضا لقطاع غزة وفي الضفة الغربية. بالتأكيد هو يوم مفصلي ربما سيكون في تاريخ الشعب الفلسطيني لرفض هذا القرار الأمريكي الذي طال يعني قضية مقدسة للشعب الفلسطيني وهي قضية القدس. طيب شعيب يوسف، بالحديث عن هذا القرار الذي اعتبر يعني قرار مفاجئ لم يقدم عليه العديد من الرؤساء الأمريكيين في السابق، يا ترى الحراك الشعبي في فلسطين وغيره من دول العالم العربي التي تستنكر هذا القرار، كيف بإمكانه أن يكون لكن بإمكاننا أن يكون رادع بمثل هذه القرارات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية، لكن التصعيد الشعبي في فلسطين إلى أي مدى سيكون كحاجز أو كشرارة أخرى لانتفاضة ممكن أن تكون على الأبواب في الأيام القليلة القادمة؟ بالتأكيد زميلتي ماجدة، يعني الفلسطينيون يتهمون القادة العرب والملوك العرب أنهم يعني هم من أعطوا هذا المجال لترامب لكي يعطي هذا القرار نتيجة يعني انشغالهم وربما التواطؤ مع القيادة الأمريكية. بالتأكيد الفلسطينيون يقولون أنهم قادرون على إفشال هذا القرار بظل يعني افشالهم لمخططات اسرائيليه عديده، وكان اخرها ربما في مدينه القدس في المسجد الاقصى قضيه البوابات الالكترونيه الاستطلاع الفلسطينيه افشالها. فهم متاكدون اليوم انهم سيفشلون هذا القرار وسيواصلون وربما يمنعون، وهم يقولون انهم يستطيعوا ان يمنعوا نقل السفاره الامريكيه الى مدينه القدس المحتله. جزيل الشكر لك شعيب يوسف مراسلنا بقطاع غزه، وكيف ستوافينا